الصون والعفاف أمل. وأنا كمان سعيد أوي 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 معرفة ابن حضرتك. لا هنا ده نظره ضعيف. بابن حضرتك وخصوصا لما عرفت إن اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام، اسم فيه حمز كده. في إيه يا فندم؟ في حمز. آه في حمز. أنا عندي سؤالين. أوي أوي. إحنا جاهزين مش جاهزين يا أمي؟ طبعا. الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ الأستاذ حمزة بيشتغل إيه؟ لا بعد عنك ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم. يعني إيه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا انا ما اسمح لكش. انا قلت لا لا من فضلك. في يا استاذ احنا صعيده. لا لا, لا, لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟ عندي اعصابك. يا عيل وكلمه تحس نفسك. في يا استاذ يا عيل الكلمه قبل ما تقول حاجه غلط. انت تصرف عليه؟ انت عندك الصوت ده؟ انت عندك حد جاي يشيل لي؟ انا مش عيب. انا ما غلطتش يا استاذ. يا جماعه يا جماعه معقوله؟ انا ما كلمتوش. جايين نهدي اللي في وشي. عزمي خلاص. عزمي ايه تراخر يا جماعه؟ ادعي له صابتنا. أنا آسف. طيب يعني الأستاذ حمزة معاه إيه؟ 128 سماوي، 31 خضرة، بيدور وهيقسط قريب إن شاء الله. معاه معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعدة دي. ونعم بالله. أنا طبعا ونعم يعني بالله. هو خريج إيه؟ حمزة مطرب يا فندم. مطرب؟ مطرب والله. أمال؟ بيعرف يغني؟ ده أنا مربيه على الطرب الأصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش طبعاً. كامل الخلعي طبعاً. حسن ابو لخد. علي علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. يعني تظلمني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له؟ ايه ده؟ دي رائعه من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عامله اعلى ايرادات في المهندسين. اسال شهاب. ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه تاني. معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه سعاد. ما ترفس نفسك، انت عندك ذنب. اقعد يا عزمي. اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا، انا اصلا ما بحبش الغنى. لعيني على امل بس. ابوس ايدك. يلا على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه. نقرا الفاتحه. يلا قبل ما نقرا ايه بس يوري، اتاخرت ليه؟ انت مش عارف ان احنا رايحين السينما؟ فاضل نص ساعه والفيلم يبتدي. لا عارف. والمين الورد الاحمر ده؟ ده الواحد لو كان جه في ميعاده. طب انا جاي معادي بس ثانيه. الله، ورد احمر وعربيه حمراء وفيلم رومانسي. والله انا عيط منك في الشارع. لا ما تعيطش. والنبي لا عيط. يلا اركب. اركب فين؟ اركب العربيه. لا معلش تعالي، انت هتتكلم معايا. ليه؟ تعالي يلا، بلاش الوقفه دي في الشارع. ليه يعني ايه طيب؟ انا اشرح. اركب معايا انا. انا مش فاهمه يعني هتفرق ايه؟ بعدين لو عندك ملايه بيضه غطي بيها العربيه احلى. بتركبي جمل يا انجي؟ السلام عليكم. خمس تذاكر اخر صف على مين؟ معاك 70 جنيه. ها معاك 70 جنيه. معاك 70 جنيه. خمس تذاكر. خمس تذاكر. معاك 70 جنيه. الباقي الباقي يا راجل. الباقي الباقي. لا لا يمكن يكونوا بني ادمين ابدا. ايه كل واحد فيك يقعد على 20 جنيه يا عم؟ هنديهم لك الحساب يجمع. ها جبت كام تذكره؟ خمس تذاكر. والخمسه بقى لمين ان شاء الله؟ مش بسوني جاي معانا؟ يا دي النيله، هو كل شويه بسوني تطلع في الخروجات؟ بقول لك ايه، ما السلام عليكم. ازيك؟ يا حلو ده قوي. يلا يا جماعه الفيلم بدا ولا لسه؟ اه تقريبا ابتدى. طب يلا اتفضل اتفضل. Oh, my God.
عجبك الفيلم؟ عجبني قوي يا بسون، بس انت مش متخيل انا بحب الافلام الرومانسيه قد ايه، بحبها قوي قوي قوي. انت عارفه ان فيكي حاجات كتير حلوه خدت بالي منها، بس مش عارف ليه مصممه تبقي كده. كده يعني ايه؟ يعني سهر، شله، لبسك في بعض الاوقات. انت ممكن تبقي انسانه تانية خالص واحسن. بس انت فاكر ان انا مبسوطه كده؟ طب اقول لك على سر مريم، انا اول مره حد يتكلم معايا كده، اصحابي دايما بيجاملوني، بس انا مش لاقي البني ادم اللي يغيرني. طب لو لقيتيه تتغيري بجد يا انجي؟ يا ريت الاقيه. هو فين؟ بيحصل ده كتير قوي. قصدك ايه؟ هتستهبل يعني واحد يخش في وسطين ياخد انجي ويخلع؟ انت عارف ان انا بحبها. جراء عم طارق، انت هتعملهم عليا انا؟ انت عمرك ما حبيت انجي اصلا، بعدين دي حكايه قديمه قوي. الله، معنى كده انك هتسكت على الموضوع ده؟ دماغك شويه يا عم مانشستر. سلامه كب. انا بقى مش هسكت. صبح 3 دايز. قصدك ايه اللي بالقرد؟ ده اللي على القرد. عارف يا دنوفا اللي مصبرني عليك ايه؟ حبك ليا. لو هتمك دماغك العاليه حبيبي قلبي. امسك قشطه. انا عايز النهارده تبقى فضيحه بجلاجل، مش عايز اي هبل. ما تقلقش سعادتك خالص يا باشا، اعتبر جلاجل وقفلهم على باب العماره. انا محضر كبسه فوق النمره واحد. انا عايز علاقه بسيوني بانجي تتدمر النهارده. اعتبرها اتفشخرت. قول لي يا حمزه، ده مكان جديد بتضربوا فيه ولا ايه؟ يا عم انا ما اعرفش اي حاجه، كل الموضوع ان طارق قال هات بسيوني عشان اعمل لكم مفاجاه بس. يا سلام بقى لو المفاجاه دي الاقي رشدي اباظه كده في الرجل الثاني ها وبيلف لي معاك. يا عم ايه الافلام لابد ورسد اللي انت عايش فيها دي؟ يلا بينا. طارق ايش ايه اللي اخرك؟ هو ده ينفع؟ هو حمزه ما قالكش ان انا اعمل لك مفاجاه ولا ايه؟ وانا جابني غير ان في مفاجاه يا جماله. هروقك النهارده. امسك. ما انا حاسس ايه صباع كونه ده. ماشي يلا. ايه مالك انت؟ ولا حاجه. تقارب ليك انا مش متفائل. خليك تقيل. اختم الحجر. قشطه فايزه. اي ميس يو. يا عيني يا فايزه اما تبقي عايزه. صباحيه مباركه نوسه. بقول لك ايه، العريس بتاع النهارده اسمه بسيوني، عايزه يتدلع احلى دلع عشان ده متوصي عليه من فوق. سامع ايه هو عندك؟ شفت بقى؟ صباح الفل يا عسل. ايه وكالة من غير بوابة ولا ايه؟ ليه بس؟ انتوا مين بالظبط؟ جاي لك عن طريق نوفل الحبيبة. ياما جابوا الغراب لامه يا اخويا. مين ده؟ ولا فاهم حاجة بس شكله جامد قوي. انتوا ايه بالظبط؟ افندية ولا كرنهات ولا مريشين ولا ايه الوضع؟ المهم هنروقك. روقني؟ يا عم احنا داخلين المطار في ايه؟ خليك في حالك يا جدع انت. اللي معاه كاميرا فيديو سلمها في الامانات، كاميرا فوتوغرافيا تسلم في الامانات. لو في لب ابيض. يا انت خليك في حالك. يا عم حاضر. بقول لك ايه، انا مش مستريح لك. طيب. واللي معاه موبايل كمان يقفله. ممكن اعمله فايبريشن؟ مش ناقصه هز يا اخويا، مش ناقصه هز. طبعا نوفل فهمكم على النظام بتاعنا. ايه يا ساعه زمن واحده بس. اعمل فيها ايه الساعه دي؟ يا انت مش ناقصك. تخش الاوضه ما تطلعش غير بعد ساعه، اللي يتعب يريح في الاستراحه، مفهوم؟ مفهوم. ما تحطيش رز كتير، بيلعبط الدنيا. كفايه بقى فوزية وتعالي. أنا مش فاهم أنت تعبة نفسك ليه؟ هو أنا غريبة؟ في إيه يا نجد؟ في إيه مستعجل عليه؟ لا أصل علشان ورايا مواعيد الصبح بدري. إيه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعة دي؟ طيب 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 ساعة بتحط روج حاجة تقرف. نعم أنا جيت. وحشتك؟ وحش لما يلهفك.
ايه اللي جابك هنا يا بنت انت؟ وايه البغبغان اللي حطاه في دماغك ده؟ لذيذ بغبغان، بحبك يا ابني، بحبك. روحي يا بنتي العبي قدام بيتك وامشي. مين يا نادر؟ يا نهار اسود، مبسوطه؟ ايه ده؟ انت عندك واحده جوه؟ انت بتخوني يا عزمي؟ وفين؟ في المكان اللي اتولد فيه حبنا. مين يا نجدة؟ لا يا حبيبتي مفيش، ده بتاع الانابيب. كويس، خليه يغير انبوبة السخان. ما تنفعش يا حبيبتي، دي انبوبة منفسة.